نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جملة كرافت كريم القابلة للدهن. جربي هذه الوصفة الشهية لرغيف من الدجاج المحمر والجبن الليلة. لهذه الوصفة ستحتاجين جملة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. ابدأي بتحضير المكونات. قومي بتقطيع الطماطم إلى شرائح والخيار وتأكدي بتقطيعهم رفيعاً بالطول. الآن بواسطة سكين للخبز قطع الرغيف بالنصف بالطول. غطي النصف السفلي من الرغيف بتجانس بجبنة كرافت كريم القابلة للدهن. أضيف الروكا والدجاج المقطع إلى شرائح والطماطم والخيار على سطح الجبنة، ثم تدهن المحمرة بتجانس على السطح المغصوص من النصف الأعلى من الخبز. ضع النصف الأعلى من الخبز على سطح الحشوة لعمل ساندويتش كبير. للتقديم قطع الرغيف إلى 6 قطع متساوية. ستجدين وصفة رغيف من الدجاج والمحمرة والجبن الشهية هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لتستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.